طلع ناشئين كتير جدا على مدار العشرين سنة دول، وياما لعيبة كتير جدا لعبوا في منتخبات مصر المراحل السنية كلها، ولحد دلوقتي عندنا اتنين تلاتة في المنتخب الأولمبي وفي المنتخب الكبير برضو الحمد لله من اللعيبة بتوع الدوري الممتاز. واحنا اصلا يعني مهما يكون نتائج مهما يكون اي حاجه، احنا اهم حاجه عندنا احنا نقدر نفرغ لعيبه للفريق الاول، دي اهم حاجه عندنا، وده الطموح وده اللي شغالين علينا طول عمرنا. واكتر من لاعب يعني طارق طه ما شاء الله في الاسماعيلي، حمد عبد الغني في الزمالك، يعني احنا مش بنعمل النادي بس، احنا صنعنا اجيال كتير جدا، مش انا لوحدي، لا مدربين نادي الداخليه كلهم على مدار العصور كلها اللي بتاعت السنين عملوا حاجات كويسه جدا، والنادي الحمد لله بفضل الله مستواه كويس جدا، وعندنا فريق 2003 فريق ممتاز جدا، وكل ما نيجي نلعب فرقه عايزين يشتروا الفروق بتاعنا، وفي واحد في نص الملعب بدون ذكر اسامي، وفي ديفندر وفي جون، يعني الحمد لله الانديه بقت عينيها ايه على اللعيبه. لكن هنا يعني اللي هو عثمان اللي هو رئيس النادي مش طموح ان احنا نبيع لعيبه ولا الكلام ده، احنا اهم حاجه ان احنا نعمل لاعب كويس جدا للفريق الاول. قطاع ناشئين طول ما هو فيه فلوس طول ما فيه نجاح، يعني الامكانيات، وطول ما الامكان بتقل كل ما انت مستواك كفني وبدني ومهاري وكل حاجه بتقل، اهم حاجه طبعا الامكانيات، طول ما في امكانيات في لبس وفي، والحمد لله النادي موفر لنا برده، بس مش زي الانديه الكبيره قوي يعني زي سموحه وانبي والكلام ده كله، لكن الحمد لله بنقدر نشتغل على قد الامكانيات اللي عندنا، والحمد لله بنعمل حاجه كويسه وبنطلع لعيبه للفريق الاول، ودي اهم حاجه زي ما قلت لحضرتك اللي انا اقدر اعمل لاعب سواء للناديه او لمصر، يعني دي اهم حاجه اللي احنا نربي لاعب يطلع لعيب كويس ويطلع لعيب كوره ويبقى عنده من الطموح ان هو يقدر، انت عارف ان مش كله بيلعب فريق اول، طبعا بتيجي مثلا لسن ال 18 و 19 يبقى في مشكله كبيره جدا اللي هي مثلا اللعيب ما بيتعملوش عقد، يقول لك العقد، تلاقي اللعيب متضايق، اللعيب نازل مخنوق بالماتش والكلام ده كله، فانت كمدرب طبعا بتبقى عليك عامل كبير جدا ان انت تقدر تفوق اللاعب والكلام ده كله، لكن يعني على قد ما بنقدر والله، فالحمد لله بفضل الله عندنا برضو هنا الامكانيات كويسه مش وحشه الحمد لله، وفي وجبه وفي اتوبيس وفي لبس، فدي اهم حاجه يعني. لكن احنا باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في كلام مع مجلس الاداره ان احنا هنبقى احسن من كده باذن الله في الامكانيات، والحاجات هتزيد، والملاعب باذن الله ناخد ملعبين تاني ان شاء الله باذن الله قطاع ناشئين، ونعمل حاجه كويسه الايام الجايه ان شاء الله. كابتن اسامه حسني ده طبعا نجم وراجل بتاع ربنا جدا، ومصر كلها عارفاه ان هو راجل حافظ للقران الكريم، وطبعا انا مثلا باجي بمثل للاعب بقول له شوف كابتن اسامه حسني من الناس اللي حافظه القران الكريم كله، ودي اهم حاجه، طبعا هو كان هداف وحاجه ما شاء الله عليه، وانا فرحان بيه جدا في حاجه اني بحب اللي بيهتم بالناشئين، يعني ممكن واحد يتشاف مثلا في فيديو في جون في هدف الكلام ده كله، مش مصر كلها بتشوف الناشئين طبعا، حد يشوف لاعب ممكن مدير فني ما يكونش بيجي الماتش يظهر عن طريق البرنامج دوت، في حاجه كويسه جدا يعني طبعا. في اهتمام في الداخليه وقطاع الناشئين، يعني كابتن هيثم مدربنا مدرب فريق اول ونازل يمرنا عشان يبني فرقه جديده تكون هي مستقبل النادي، طبعا اللواء علي واللواء مصطفى على طول معانا في كل الماتشات اللي احنا بنلعبها وعلى طول مهتمين بيها وبيدعمونا على طول. طبعا كل واحد ليه مثله الاعلى اللي عايز يبقى زيه زي محمد صلاح، طبعا كل مثل مسلمي محمد صلاح، ولازم عشان تعمل كده طبعا كابتن هيثم بيقول لنا على طول بينبهنا الحاجات دي، اهم حاجه نبعد عن السهر، اهم حاجه نهتم بالصلاه والقران، دي الحاجات اللي هتوصلك بعيدا عن الموهبه، اهم حاجه الناس عندهم الموهبه بس ما اهتم، بس اهم حاجه مراعاه ربنا يعني. كابتن اسامه حسني مثال لعيب بيتقي ربنا، واللعيب يعني مش محتاج كلام مني او من غيري. نادي الداخليه مهتم بينا خالص، الكابتن هيثم والكابتن سعد والكابتن عمرو جهاز فني محترم خالص، بيهتموا بينا، واي حاجه لو لاعب ناقص حاجه لوحده في الملعب بيزودها له، يعني مش مقصرين معانا في حاجه، وتمرينات بره مش ثلاث تمرينات اللي احنا بنتمرنهم هنا بس، يعني بيمرنونا زياده برضه. نجم كبير الكابتن اسامه حسني، يعني مفيش كلام اكتر من كده، هو نجم كبير خالص، ويعني نفسي نبقى زيه يعني. الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين كويس الفتره الاخيره، بدانا ان احنا نحط ايدينا على مواطن القوه والضعف، والنتائج الحمد لله اتحسنت في الفتره الاخيره، والحمد لله يعني حصل طفره في النتائج في اخر خمس ست ماتشات في القطاع كله. المشاكل اللي يعني اللي بتقابلنا موضوع التسنين والتزوير، الحاجات دي هي اصعب حاجه ممكن تقابلك وانت شغال في قطاع الناشئين، يعني انت ممكن تلعب بيبقى المستويات بتبقى صعبه شويه، يعني ان انت تلعب حد مزور او حد مسنن ده بس اللي بيفرق بس، لكن الحمد لله المسابقه كويسه جدا واحتكاك قوي جدا للعيبه، وده مفرخه كويسه بيطلع لعيبه كويسه، فان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. طبعا بشكر كابتن اسامه حسني على اهتمامه، وبشكر قناه النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله كده مغطين كل الاحداث ودايما منورين ان شاء الله.